يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. وقد أشار الخبراء إلى وجود أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد. وهذه مشاهدينا الكرام درجة الحرارة المتوقعة بإذن الله على بعض المدن والمحافظات. نبدأ مشاهدينا الكرام من محافظة القاهرة، وفيها درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10، يكون الجو فيها معتدل. في الأسكندرية 21-12 يكون الجو أيضا معتدل. في مطروح 22-11 يكون الجو معتدل. في بورسعيد 20-12 مائل للبرودة. في الإسماعيلية 23-10 يكون الجو أيضا معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 22 والصغرى 11، يكون الجو معتدل. في العريش 21-10 يتسم أيضا الجو بالاعتدال. في طابة 23-10 يكون أيضا معتدل. في شرم الشيخ 24-15 معتدل. في الغردقة 25-14 يكون الجو معتدل. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 27 والصغرى 9 ويكون الجو معتدل. في أسوان 28-10 معتدل. في الوادي الجديد 26-6 معتدل. في شلاتين 26-12 يكون الجو معتدل. وأخيرا في حلايب 24-13 يكون الجو فيها أيضا معتدل. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.